يا خليني بقى دلوقتي ارحب بالكاتب الصحفي المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت. استاذ احمد مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير استاذ عزه. استاذ احمد كتبت مقالات وكتبت على صفحتك كتير على الفيسبوك على مساله التصالح والمخالفات. النهارده كان في مؤتمر صحفي لمعالي رئيس الوزراء وتحدث فيه، هل غطى كل النقاط؟ كنت محتاج تسمع ايه من رئيس الوزراء؟ لا احنا بص يا استاذ عزه خلينا بس سريعا لان الوقت خلاص، لان لو في ناس بتتفرج بالخارج مصر هتبقى، وخصوصا انه مهتمين بالشان المصري جدا الاشقاء العرب وغيرهم، نعم، هيبقوا عندهم ارتباك ايه اللي بيحصل في مصر، تمام، خصوصا مع المشاهد اللي حضرتك قلت انها بتذاع في ناس، نعم طبعا، يعني في المغرب وفي المشرق مش فاهمين ايه الحكايه، لان نعم. احنا قدام ازمه من الازمات النادره جدا اللي يبقى فيها كل اطرافها مجني عليهم. يعني عند حضرتك الدولة المصرية ملهاش ذنب من 2014 لما جه رئيس عايز يبني دولة حديثة، ملوش دعوة، يعني حتى لما لسه كان بيتكلم سيادة النائب محمد الفيومي، نعم، هو قال الحكومات اللي قبل كده او الدول او يعني اللي كانوا بيحكموا قبل كده ما كانش عندهم قدرة، ما كانش عندهم رغبة، نعم، وما كانش عندهم إرادة أصلا. احنا دلوقتي من 2014 عندنا رئيس عنده إرادة انه يبقى ينفذ القوانين وعنده رغبة انه يبقى في دولة حديثة في مصر. نعم. الحاجة الثانية الناس المواطنين اللي ما خلفوش، تمام، راحوا سكنوا في أماكن نظيفة ومحترمة ما فيهاش أي مخالفات، فجأة حواليهم بتتراكم منازل وعمارات بتغطي عليهم وبتزحمهم في مياه الشرب وبتزحمهم في الصرف الصحي، تمام، وبتزحمهم في الغاز وبتزحمهم في الشوارع اللي مش عارفين يركنوا عربياتهم فين، جايين مخالفين حتى، تمام، ما عندهمش جراشات، بتزحمهم في الكهرباء اللي بتقطع والمحولات بتتهالك، بتزحمهم في كل حاجة. عندك ناس اللي خلفه شافوا ناس بتبني في اماكن ممنوع فيها البناء لمجرد انه يعرف حد متنفس او حد، نعم، من النواب السابقين في العهود السابقه جاب، نعم، له موافقه بنى وهو جنبه عنده ارض بتاعته يبني جنبه لانه غيره خالف. فتبص ناس طلعت بعمارات في اماكن مخالفه، تيجي ناس عايزه تتجوز وتعيش او ناس راجعه من بره وعندها، نعم، رغبه تكون اسر او او تروح مكان اوسع، بتلاقي ناس في عمارات بتبنوا في شقه منوره ولا في حته يعني مش ممكن ما يكونش مسؤول عدى عليها واتبنت عماره، فهياخد يشتري عماره في الاماكن المخالفه. فانت قدام ازمه كل اطرافها مخالفين، لكن احنا قدام كارثه كل اطرافها مخالفين، كل اطرافها مجني عليهم. طب هل لما يبقى في مشكله كل اطرافها مجني عليهم تؤدي الى هذه البلبله؟ تؤدي ليه يا استاذ عزه؟ لان احنا احيانا بنعمل حاجات عظيمه جدا لكن نيجي نقدمها للناس بشكل مش مظبوط جدا. ازاي؟ يعني انا اقول لحضرتك مثال، الاقتراح بتاع الرئيس السيسي او قراره بطلاء المنازل، امشي على بعض الاماكن في الدائري او بعض الميادين، صحيح، اللي حصل فيها تحفه، حصل ده، اي رئيس عايز يعمل شكل حضاري والناس تبص في منظر تبقى رايحه الشغل وراجعه البيت وهي زي نفسيتها مرتاحه، نعم. شوفي بقى تقدم ازاي للناس. بعض نواب مجلس النواب عملوا ايه بقى بعد قرار السيد الرئيس؟ اول حاجه قالوها اللي هيخالف هنغرمه وهنعاقبه وهنطلع عينه، فتحول الموضوع من هديه من الدوله المصريه الى خناقه، الى خناقه، الخناقه، الخناقه. القانون بتاعها اللي بنتكلم فيه من الصبح اسمه قانون ايه؟ التصالح. تصالح. يعني ايه تصالح؟ يعني في خناقه بين طرفين. آه. عارفه لو كانت تقدم للناس بانه قانون منح الرخص، تنظيم المساكن، تمام، تعديل الاوضاع، توفيق الاوضاع، حل، مش اي حاجه غير اللي غير قانون التصالح، تعالى سجل بيتك، اللي هو تعالى سجل بيتك، انت هتلاقي الناس جري. ليه بقى؟ لان الناس عندها رغبه انها تعيش في قانون طبقا للقانون وتعيش في سلام وامان، مفيش حد شو كل شويه انا اسف التعبير تطلع حد بتاع الكهرباء، نعم، حد بتاع مخالفات مش عارف، نعم، ايه عايز ياخد، نعم، اي حاجه ويمشي ويسيب الناس ويرجع يعدي عليهم تاني. فانت قدام ازمه مركبه، الدوله دفعت الثمن واحنا دافعينه. طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك من 72 لغاية وصلنا الذروة في تآكل الأراضي من 83، عارفة حضرتك بالأرقام؟ يعني مش بس تعديات، طب قولي ولا بس منفعة عامة، قول لي الأرقام وهستأذنك في حاجة يا أستاذ أحمد، اتفضلي. يعني هتقولي الأرقام وهشكرك، لكن يوم السبت هنكمل المداخلة وهنكمل، حاضر، سريعا احتراما لوقت البرنامج، اتفضل. وقت حضرتك 175 مدينة اتعدل الأحواز بتاعتهم، عارفه خدوا كام؟ 82,000 فدان و907.
44 33 ده أيوة. في الرقم اللي فاكره قرى 4 يعني 4433 قريه اتعدلت الاحواز بتاعتهم، خدوا برضه 82000 فدان تقريبا او 81907 فدان. نعم. عارفه الكفور والنجوع والعزب الكفور والنجوع والعزب والقرى اللي مش واحده قرويه 15209 قريه وعزبه ونجع وكفر وتجمع سكني اتغيرت الاحواز بتاعتهم وخدوا عشرات الالاف من الفدادين دخلت مباني. غير بقى حد غير بقى كل شوفي كل ده وده 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 في ناس عندها كام فدان عايز تبني بيت تبني ما هو مش محسوبين في دول. شوفي كام فدان واحنا عندنا كام مليون فدان عشان نقعد نضيع اراضينا كده. صحيح يعني صحيح. قدام كارثه حقيقيه. طيب انا بشكر حضرتك على هذا الجزء، هنكمل مع بعض يوم السبت وبعتذر لكل ضيوفي اللي كانوا